شخصيتكم رئيس اللجنة الرواية العربية، إلى أين تمضي الرواية العربية مستقبلا؟ في تقديري الرواية العربية لم تعد كما كانت أيام محفوظ نجيب محفوظ، أي أن نجيب محفوظ طور الرواية وحقق أيضا هو الآخر نقلات مختلفة في تاريخ كتابة الرواية، ولكن الرواية الآن بدأت تستعين بطاقة أخرى متجددة، عدد كبير من الأسماء لم يكن روائيا سابقا ولكنه شارك في كتابة الرواية وحاول تمثل الأساليب الجديدة في الكتابة، وحاول أيضا القراءة الموسعة لتكون خلفية كبيرة لطبيعة هذه الكتابة. طبعا هذا لا يعني أنه لا يوجد تقليد ومحاكاة داخل عدد كبير من الروايات التي صارت، يوجد، لأن بعض الكتاب يعتقدون أن الرواية التي تفوز في تلك الدورة ينبغي أن تقلد لتفوز ثانية وما إلى ذلك، فتوجد إذن مظاهر سلبية ومظاهر إيجابية، وهذه طبيعة الحركات الأدبية، توجد إذن ميول للمحاكاة بقصد بلوغ الشهرة، وتوجد ميول لاختراق هذه المحاكاة وتجاوزها لبناء شيء جديد. إذن المستقبل ستكون رواية هي ليس العرب؟ لا، أنا لا أؤمن بهذا الكلام، يعني لا يوجد ديوان عرب وديوان لا يوجد هذا الكلام، ولكن توجد من المؤكد أن السرد يحقق حضورا قويا، لأن السرد هو الآخر يتيح الانتماء لوسائل الاتصال المختلفة وسبل التواصل الاجتماعي، أي أنه يمكن أن يلتقي بالسينما، يمكن أن يلتقي بالتلفزيون، يمكن أن يحقق حضورا هنا في التصوير، كل هذه هي مكونات جديدة في طبيعة الحياة الثقافية، ويمكن للسرد أن يتوسع في هذه المجالات، هل يمكن أن تكون ديوانا للعرب أو كما كان الشعر؟ لا، هذه أسئلة كما قلت هي عبارة عن إسقاط ما كان دارجا على ما هو حاضر. شكرا 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 كتاب المغاربين في هذه اللجنة الجائزة العالمية للرواية العربية، كيف تقيم هذه الجائزة من انطلاقا من أنك مغاربي؟ ولن أعتقد بأن بالفعل الرواية المغاربية بدأت تحقق حضور متميز في المشهد الروائي العربي على مستوى الكيف وعلى مستوى الكم أيضا، وأيضا تجربة الرواية المغاربية تفردها أو تميزها لأنها لها علاقة مع النصوص الأخرى التي تكتب باللغة الفرنسوية أو تكتب باللغة الأمازيغية، فهذه الذاكرة أو هذا التنوع المناخي للثقافة الأسلوبية سواء القادم من اللغة الفرنسوية أو القادم من اللغة الأمازيغية، هذا التراث أيضا الإفريقي العميق في هو ربما الذي حرك جمال حرك الرواية في المغرب الكبير بشكل عام، وأعطاه يعني ربما نفس جديد، لمسة جديدة تضاف إلى الرواية العربية. هل هناك مستقبل للرواية العربية خصوصا المغاربية؟ أنا أعتقد بأن وأنا متخصص في الرواية المغاربية، أعتقد بأن الرواية المغاربية بالفعل سواء في المغرب أو في الجزائر أو في تونس أو في ليبيا أيضا، يعني نلاحظ أنها بدأت تتأسس كنص أولا له قبول في القراءة، يعني في إقبال مهم ومتميز الآن لقراءة الرواية، للأسف لا توجد هناك إحصائيات لمتابعة هذه الظاهرة، ولكن أنا من طبيعة اختصاصي أنني أتابع الأمر، فهناك بالفعل اهتمام من القارئ، وهناك وهذا الاهتمام ربما هو أيضا الذي يدفع الروائي إلى تعميق أساليبه الجمالية في الكتاب. سؤال أخير أستاذ أمين، يعني كيف ترى الرواية المغربية؟ يعني الرواية المغربية أعتقد بأنها في المشهد المغاربي والمشهد العربي وباللغتين أيضا باللغة العربية وباللغة الفرنسية، أعتقد أنها بالفعل لها أسماء محترمة ولها أسماء قيمة إضافية في المشهد الروائي العربي. لا أريد أن أذكر بعض الأسماء لأنني سأنسى البعض، ولكنني أقول بأن بالفعل وأنا قارئ ومتابع وباحث في مجال الرواية المغربية، أعتقد أن الرواية المغربية هي رواية لها لمستها الخاصة في الرواية العربية. شكرا أستاذ.